بست خطوات يمكنك ترويض كوكتيل وحشي ويصير يجيك مع التصفير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أنا ياسر كريم من قناة طيوري. من أكثر الفيديوهات المطلوبة في القناة فيديو ترويض الكوكتيل. تقريبا هذا الفيديو يطلب مني من بداية افتتاحي للقناة، وثلاث مرات قمت بتصوير هذا الفيديو، ولكن مع كل مرة أقوم بالتصوير على نص الفيديوهات ويتم شراء الطائر الذي أقوم بتدريبه. وحتى المرة الرابعة هذا الفيديو وهذا الطائر الذي سيظهر فيه الفيديو لاحقا قمت بتصوير الخطوات بالكامل، أيضا تم شراء. فقط تبقت خطوة واحدة إضافية غير مهمة أن تكون في هذا الفيديو، أردت إضافتها فقط حتى يكون الفيديو شامل جدا. لكن كما ذكرت الطائر تم شراءه، سوف أقوم بشرحه على أخو هذا الطائر في فيديو قادم، وهي طريقة مسح على رأس الطائر من غير أن يقوم بعضه. في البداية سوف أقوم بالإجابة على بعض الأسئلة، أو هي معلومات يجب عليك أن تعرفها قبل البداية في ترويض الكوكتيل. منها ترويض الكوكتيل أسهل من البادجي. يوجد على القناة فيديو لترويض البادجي، سوف تجد اللينك في الديسكريبشن أو الدائرة البيضاء هنا أو هنا. نفس الطريقة المتبعة في ترويض البادجي سوف أقوم بتطبيقها على الكوكتيل، لكن قمت بتفصيلها على ست خطوات حتى تصبح أشمل وأفضل. يمكنك تجربة هذه الطريقة نفسها على البادجي، أيضا تنفع، لكن هي أفضل للكوكتيل. والطريقة هي العزل والتجويع، لأن الكوكتيل عكس البادجي. البادجي يمكنك ترويضه بقص الأجنحة أو ربطها أو التجويع، وهناك طرق أخرى بخلاف طرق التأكيل اليدوي. لكن الكوكتيل لا يروض بقص الأجنحة أو لصقها أو أي طرق أخرى متبعة مع البادجي. يمكنك الحصول على كوكتيل مروض يا أما بالتأكيل اليدوي، أو إذا كان كبير ومتوحش فطريقة التجويع هي الأفضل للكوكتيل. تجويع الطائر ليس تعذيب، ولكن حتى تجعل الطائر يثق بك، وهذه الطريقة متبعة في ترويض الكلاب أو حيوانات أخرى للاستفادة منها. كل خطوة موجودة في الفيديو قمت بتكرارها على الطائر عدة مرات في اليوم، لكن أنا قمت بتصوير مرة واحدة حتى لا يصبح وقت الفيديو طويل. لكن أنت قم بتكرارها في اليوم أكثر من مرتين، ثلاثة، أربعة، ممكن الخطوة نفسها تكررها مرتين. هذا الشيء عائد للطائر. الطائر لدي سوف تشاهد في الفيديو قام بالأكل من أول مرة. ممكن الطائر لديك لا يأكل من أول مرة، من ثاني يوم أو ثالث يوم، وهذا الشيء يعتمد على سلوك الطائر. كل طائر لديه سلوك ومزاج مختلف عن طائر آخر. ممكن تشوف خطوات التدريب كبيرة وأيام التدريب كثيرة، لكن أفضل حتى تحصل على طائر أليف مضمون أفضل من طريقة سريعة، وبعد فترة يعود الطائر للتوحش ويصبح يعض وينسى تدريبك. أول خطوة هي قمت بعزل الطائر بمفرده بقفص، وإذا تقدر تنقله بغرفة أخرى بعيدة عن باقي الطيور يكون أفضل وأسرع، حتى لا يتم تشتيت الطائر من قبل الطيور الأخرى الموجودة معاه بنفس الغرفة. القفص إذا يكون أصغر من هذا يكون أفضل، حتى الطائر لا يهرب منك ويبقى مركز معه. أما إذا ما كان عندك استخدم أي قفص متوفر. داخل القفص يفضل وضع مجثم واحد حتى تقلل من حركة الطائر والماء فقط، وترفع الأكل عن الطائر، لكن مدة التجويع هنا أقل من البادجي. للي شاهد فيديو ترويض البادجي قمت بتجويع الطائر لمدة 6 إلى 8 ساعات، أما الكوكتيل تكفي ساعتين. بعد ساعة ونص قدمت الأكل للطائر، الحبوب اللي يأكلها بالعادة، لا تقدم شيء جديد حتى ما يستغرب الطائر. حط بعض الحبوب على إيدك وقدمها للطائر، ولا تخاف الكوكتيل ما يعض مباشرة مثل باقي الطيور. العض عنده آخر وسيلة ممكن يخوفك بتقديم منقارة عليك، بس إذا بقيت ثابت يبطل يعيدها. وعن تجربة، هذا الطائر تقبل الأكل من اليد من أول محاولة، وأنا مستغرب أكثر منكم، بس الحمد لله ما صعبها علي. إذا الطائر عندك ما أكل، ابقى مثبت إيدك قريب على الطائر بس بمسافة معينة، ولا تحاول تحركها وراء الطائر إذا تحرك حتى لا يفهم إنك تريد تمسكه. فقط ثبت إيدك قريبة من المجثم، وبعد فترة إذا ما أكل اتركه ساعة أو نصف ساعة وأرجع. وهكذا بأول يوم جرب 3 إلى 4 مرات ما أكل، حط الأكل عنده وجرب ثاني يوم حتى يعتاد، وبعد ما يأكل تكون انهيت ثاني خطوة. الأولى عزل الطائر بمفرده ويأكل من إيدك الخطوة الثانية. هذه المفروض تكون الخطوة الثالثة، وهي تبعد إيدك عن المجثم وتحاول تخلي الطائر يجيك مو أنت تقترب منه، وهي تكون بعد كم محاولة من بدء اعتياد وثقة الطائر بك، ويأكل مباشرة بعد أن تقرب إيدك. لكن مثل ما ذكرت الطائر أكل من أول مرة، فحاول تسرع بالخطوات.
هذه المفروض الخطوة الرابعة، ياكل خارج القفص. بس لا تهتم، راح ارجع اعيد الخطوات كلها بالترتيب، بس حتى ابين لك لان هناك طيور لا تحتاج لجميع الخطوات وهناك طيور تحتاج خطوات ووقت اكثر. بعد ما رجعت الطائر الى القفص، حاولت مرة اخرى اقدم له اكل واكل عادي، بس بقى يتحرك بسبب الطيور القريبة منه، ولذلك ذكرت قبل قليل انقل الطائر بعيد عن باقي الطيور. ملاحظة، في نهاية كل يوم تقوم به بالتدريب، لا تنسى ترجع الأكل حتى يأكل الطائر بشكل طبيعي. اليوم الثاني من التدريب، الطائر ما عبرني ولا تقرب من إيدي، وهذا شيء عادي لعدم استيعابه للمطلوب منه. تركته كم ساعة، رجعت، رجع ياكل بشكل طبيعي. استمريت وياه كم مرة خلال اليوم وأكل بشكل عادي. اليوم الثالث جربت معاه الخطوة الثالثة والرابعة مع بعض، أبعد إيدي عن المجسم، والرابعة أجبر الطائر على الخروج والوقوف على إيدي، وكانت ناجحة. اليوم الرابع، الطائر صار يريد يجي من قبل أن أفتح الباب، وهذا يدل على بداية نجاح الطريقة وثقة الطائر بك. رجعت كررت الخطوة الرابعة مع مسافة أكبر من القفص، ودمجتها بالخطوة الخامسة حتى أجبر الطائر على الطيران إلى إيدي. رجعت الطائر إلى داخل القفص حتى أكرر الطريقة. وبعد كل محاولات الطائر بالتسلق والتنقل بين الأقفاص، رجع ياكل من ايدي. المهم انت في هذه الحالة لا تشعر بالملل ولا تضغط على الطائر بالرجوع الى القفص او ياكل. قرب ايدك بس لا تجبره، خليها كمحاولة لتذكيره من الهدف من تأكيله، وهي الثقة بيك. اليوم الخامس وتكرار الخطوة الخامسة، فتح القفص وابعاد اليد عن القفص واجبار الطائر على الطيران الك. الخطوة السادسة نفس الخطوة الخامسة، لكن تبدأ بإعطاء التعليمات. تصفر مثلا، تذكر كلمة معينة مثل تعال، حتى يبدأ الطائر يجي وانت تنادي عليه بدون أكل. تعال تعال. تعال تعال. تعال تعال. اليوم السادس وتكرار الخطوة السادسة، تعال 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 تعال. بعد انتهائك من الخطوات الستة يصير عندك كوكتيل أليف. الطائر عندي يحتاج لستة أيام من التدريب، ممكن الطائر لديك يحتاج لأيام أكثر أو أقل، ممكن خطوات أقل تدمج بين الخطوات مثل ما سويت أنا، وهذا الشيء عائد لطبيعة الطائر. المهم أن تكون صبور وهادئ بتعاملك مع الطائر.
عمر الطائر غير مهم. في هذا الفيديو الطائر كان عمره سنتين أو أكثر قليلاً، لكن يمكنك تجربة الطريقة على طائر بعمر أصغر أو أكبر. الطريقة ناجحة. كل شخص سوف يقوم بتجريب هذه الطريقة يكتب لنا في التعليقات كم المدة التي أخذت منا في ترويض هذا الطائر وما عمر هذا الطائر. وإذا قمت بتسجيل فيديو للخطوات أرسلها لي على حساب القناة على الانستغرام، سوف تجده في الوصف، حتى نقوم برفع الفيديوهات وانشرها على حسابك واعمل تاج للقناة وسوف أقوم بنشرها أيضا. هذا كل شيء عن ترويض الكوكتيل. شكرا لكل شخص طلب هذا الفيديو وكان صبور وانتظر هذا الفيديو، وآسف على التأخير، لكن ظروف العمل وعدم التفرغ. ومثل ما ذكرت في بداية الفيديو تم تصوير هذا الفيديو في 3 مرات، و3 مرات تم شراء الطيور. إلى هنا انتهى الفيديو. أنا ياسر كريم وهذه قناة طيوري. تابع صفحة القناة على الانستغرام. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اكتب لنا في التعليقات. لا تنسى إذا عجبك الفيديو لايك شير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم.